خلينا اقول لك ان في فيديو في الصعيد كره خماسيه، فريق كره خماسيه استعانوا بالفار. مش عارف ما جاهز معانا ولا لا. اهو تعالى اهو يا رب يعني حكم كمان خاسس ما شاء الله. ليك تعليق على الفيديو ده؟ انا بقول لك والله حاجه كويسه وحياه ربنا. ده تطور، معلش على قد الامكانيات، بس الفكر بتاعهم خلاهم يعملوا حاجه زي كده. نمبر 1 والحكم اهو يعني خد بقرار الفار. طيب نمبر 1 هو دايما عندنا بيكون في كل ابتكار داخل مصر بشكل عام فيما يخص الكره المصريه. خلينا نروح